نتحول إذن مباشرة إلى الزميل عصام الرماوي لنفهم الرواية بعد استشهاد الشهيدان الشقيقان جواد وظافر الرماوي. عصام، تحياتي لك زميلنا الصحفي عصام. أنت متواجد في المجمع عصام؟ صحيح، حاليا وصلت للمجمع. الشهيدان تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي. طبعا جواد تم نقله بعد إصابته في قرية كفر عين إلى مستشفى تكريت وصل مستشهدا. ظافر تم نقله، كان بجروح خطيرة، إلى مستشفى الاستشاري وكان بوضع حرج. تم الإعلان عن استشهاده. الفارق بينهما زميلتي ريم كان 5 دقائق ما بين استشهاد جواد وظافر. نعم، ربما سنرفع الصوت قليلا حتى أسمعك بوضوح. عصام، هما استشهدا في بلدة كفر عين. صحيح، كانوا عند قريبة لهما في قرية كفر عين، وكان هناك اقتحام للقرية. صار هناك مواجهات بالحجارة، تم اعدامهم يعني من مسافة قريبة وإطلاق النار عليهم. في المنطقة تم إصابتهم في المناطق العلوية للجسم. جواد أصيب برصاصة في القلب بشكل مباشر ورصاصة أخرى في الكتف، وظافر كان عنده إصابة أيضا في البطن وإصابة في الكتف. نعم، هذه الإصابات تمت خلال مواجهات في البلدة اندلعت. عصام، صحيح، مواجهات الإصابات أو شهداء الشهيدين استشهد أو ارتقى إلى السماوات العلى خلال انسحاب قوات الاحتلال ومداهمة أحد المنازل في قرية كفر عين. خلال انسحابهم دارت مواجهات في القرية. حاليا الشهيدان في مجمع فلسطين الطبي، بتم الترتيب لنقلهم إلى جامعة بير زيت، حيث أن الشهيد جواد هو خريج جامعة بير زيت من كلية الاقتصاد، والشهيد ظافر هو طالب، لا زال طالبا في كلية الهندسة. يعني إكراما لهما، جامعة بير زيت تقوم بتشييع لهما داخل حرم الجامعة وقرب فرح الشهداء في الحرم. نعم، نحن وأنت تتحدث إلينا تصلنا الصور تباعا من داخل مجمع فلسطين الطبي. أعداد كبيرة عصام توافدت إلى المجمع لتوديع الشهداء والنظرة الأخيرة. هم واضح أنهم وحيدان لأمهما وأبيهما، يعني فقط لديهما جواد وظافر، وبلمح البصر استشهدا، بينهما عام واحد وكأنهما توأم. كل ما جرى يعني وكأنه عملية اغتيال لهما، يعني أطلق الاحتلال الرصاص الحي وأصابهما واستشهدا يعني دقائق بين الشهيد الأول والثاني. يعني هو عملية إعدام وليس فقط اغتيال، إعدام لأنه من مسافة قريبة وأيضا لأنه معزل. نعم. يعني ماذا يعني شبان يقومون برشك الحجارة ضد سيارات مصفحة، الرصاص لا يخترقها. تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة لا تتعدى الأمتار وفي المناطق العليا. يعني يبدو انه ليس هذه سياسه الكل الحكومه التي سيتم تشكيلها، ولكن هذه سياسه حكومات سابقه. من كم شهيد ارتقى فقط لانه يقوم باطلاق برشك الحجاره تجاه قوات الاحتلال ويقوم باطلاق يقومون باطلاق النار عليهم. وهذه سياسه، يعني سياسه عمليه اعدام الشابين الرماوي تمت من مسافه قريبه و تم اعدامهم بدم بارد وارتقيا الى السماوات العليا. هل هناك معلومات عصام عن التشييع؟ سيكون متى بعد وداعهم في جامعه بير زيت، متى سيكون تشييع الجثمين؟ الساعه الترتيبات يعني ربما بعد دقائق ستوضح الصوره. نعم. هل سيكون بعد 3 الظهر ام بعد 3 العصر؟ الصدمه كبيره زميلتي ريم، يعني صبر جميل لعائلتهم، والله المستعان. شقيقان، اخوان، طالبان، يعني فاجعة. يعني الوضع محزن جدا. ليس فقط في بيت ريما وانما في الوطن. نعم، رأينا مشاهد لوالده، شيء مؤلم جدا. عصام، القوى الوطنية أعلنت الإضراب الشامل في محافظة رام الله والبيرة. صحيح، قبل قليل القوى الوطنية والإسلامية أعلنت الحداد والإضراب الشامل في محافظة رام الله والبيري.
حدادا على روح الشهيدين ظافر وجواد الرماوي، وطالبت ودعت الجمهورية الفلسطينية للمشاركة في تشييع جثمانهم. شكرا لك زميلنا عصام الرماوي من داخل مجمع فلسطين الطبي.